السلام عليكم أصدقائي على قناة عن فضول قصيرة، جناكم فيديو جديد. اليوم أصدقائي نصوركم محل على الإلكترونيات. ها هذا القطع مالتي الإلكتروني، جميع احتياجات الحاسوب واللابتوب. محل الإلكترون بغداد، الشعب شارع عدن، فرع مقابل مطعم حجي عادل، مجاور دلاليت أبو ليث. طبعا راح نقول لكم أصدقائي أسعار الأجهزة والشغلات، وكوايكت بولي سوي فيديو على أسعار الأجهزة. هاي بالنسبة لترتيب المحل الجديد، هذا اللي جبت هي مي وشغلات، هاي مروحة اللي جبت، هاي طبعا الأقراص، وهاي الأجهزة البلاي ستيشن، وهاي الأقراص والبلاي فور، واليدات هنا بلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 360، حتى اللاسلكيه موجوده. راح احكيكم على اسعار الاجهزه اصدقائي. نبلشها من البلاي 1، بلاي 1 ب 35000، الاكس بوكس كلاسيك ب 50000، البلاي 2 الفات اللي هو هذا الفات، ها هذا ب 60، وعندك ذا يدتين 65، جيها فلاش 32 جيجا، فلاش 32 جيجا ذاك فلاش، ها ويجي وياه يده واحده، وذا يدتين 65 نفس يعني فرق 5000. عندك نجي على الساعة البلاي 2 السلم، البلاي 2 السلم ب 65 يد واحدة، يدتين 70، ها فلاش يجي وياه 32 جيجا وهرابة كاملة. واكو عندي بلاي 2 هم سموه هم سلم بس شغل اقراص، ذاك يجي وياه 20 قرص، يجي وياه 20 قرص ويجي وياه يدتين ويجي وياه اغراضه كامله، يعني 70000 سعره، واذا يقول الميموري جديده يصير 75، ها لكن بس اقراص، اذا كذا ويا يده واحده يصير 65 عليك. ها طبعا بالنسبه للبلاي 3، بلاي 3 عندنا فات، بلاي 3 فات هذا ب 125 ويا يدتين بالكرتون الجاهز، وهارد 80 جيجا ب 17 لعبه، ويا اغراضها ماجو كم سوالف كل الاجهزه بينيش. بلاي 3 سليم 320 جيجا اعلى نوعيه هو، ويعتبر احسن نوعيه ب 160000 دينار ويا يدتين و29 لعبه داخليه كلها قويات. البلاي 4 الفات الياباني لونه ابيض عندي، وعندي لون اسود لونين نفس السعر، يجي ويا يدتين وقرص لعبه اونلاين، ها كل واحد له لعبه تختلف يعني عادي، يصير جهاز 250000 وغراضه كامله، جهاز ياباني ما مفتوح. ها وعندك اذا تريد سمون، اذا تريد بدون قرص هذا مثلا، اذا يقول بدون القرص، هو القرص انا حاسبه ب 10 لانه لعبه اونلاين، فيصير 240000، واذا رايده بدون القرص وبدون يده بس يده واحده يصير عليك ب 220، واذا يدات تجاريه ذني يصير انا وياه، تختار لك اي يدتين، هو يده واحده يجي وياه تاخذ لك يده تلفهم، ف تقدر تاخذ بدل يدتين تجاريه تاخذ يده واحده اصليه، يصير اليد الاصليه قاعد ابيعها على 40 ويد التجاريه قاعد ابيعها على 20. ها هسه نجي على اسعار اليدات. البلاي 4 البرو يجي وياه قرصين، ها ويدتين تجاريه، ها يصير عليك ب 400000، اذا رايد بدال القرصين بتقدر تراوسهم واحد بمحل مثلا 5 10 تدفع على كل واحده وتراوسهم بلعبه، او تاخذ بدال بين اللعبتين، لان لعبتين واحده في ار واحده لعبه مو كلش قويه، تاخذ بدال اللعبه واحده قويه ها مستعمله يعني نفس السعر يبقى عليك 400. ها واذا تيجي تاخذ بدل يدتين العاديه يد اصليه هم نفس السعر يبقى عليك هم 400، يعني ما راح يزيد ولا يقل. ها البرو طبعا تحديث 11.02 يمكن، والفات اكو عند 11.02 اكو 11.50. ها راح يصير عندي بلاي 4 ذاك ويا ورا هذا الاكس بوكس، هذا حجيب له قطعه يصير تهكير مهكر، بلاي 4 فات نظام 11 راح يصير، يعني 10.73 حدث 11 وهكر ونزل له العاب، واخلي لك هارد هم خارجي وياه بالعاب مال بلاي 4 كله يصير عليك ب 350000 ويا يدتين طبعا الجهاز. ها هارد 500 وهو ده خارجي 500، اذا تبدا بدون هارد خارجي بس الداخلي مالته ويا قطعه، طبعا القطعه يجي وياها هذه قطعه غاليه سعرها، هاي ها يصير 310 عليك، لان الهارد سعرها ب 40000. ها طبعا هسه اصدقائي نحكي لك على اثار باقي الاجهزه عندنا ب 20، الحاسبه 125 كامله هي والشاشه مالتها والماوس والباد مال الماوس والكيبورد والسماعات والسبيكرات وكل شيء، كل الاغراض الوايرات مالت، واذا تيده بس الكيس واحده بدون اغراض ولا شاشه ب 75، اذا تيده هو الاغراض بدون الشاشه لان الشاشه 25 سعرها يصير عليك ب 100،
مواصفاتها كارت شاشة 1 جيجا رام 2 والهارد 500 يعني مواصفاتها ما مكتوب بس زين يعني تقدر تستخدمها هيك استخدام عادي وتقدر تنزل العاب بس مو العاب كلش قوية يعني العاب مال بلاي 2 قسم مال الالعاب الثري القديمات الاكس بوكس 360 القديمة. فنجي على اسعار اليدات بالنسبة لاسعار هسه حكينا اسعار الجهاز كل الماك وبغوا جهاز 360 ما عندي حاليا وتقريبا 160 الف سعر يعني بس اسعار اليدات عندك نبلش من البلاي 4 ونجي على اخر شيء بلاي 4 اليد الاصليه قلنا ب 40 العده العاديه عندها الوان اشكال الوان تشوفون ها ثاني على 20000 دينار على 20000 دينار هاي هم مال برشلونة هاي اصليه هاي 40 هاي هم 20000 دينار ها عندك اليدات مال كسبك 360 مال واير عندي مستعمله هاي ب 10 وعندي جديده من الوشم هاي شوفها وكل الوان لكم يمكن عندي ثاني على 15 وعندي اللاسلكيه هاي ب 20 مستعمله ها عندك بس ما في شيء شغاله يعني كل تقام ما في شيء ها عندك يدات مال بلاي 2 لاسلكيه على 8000 ومن واير السوداء العاديه ب 5 يدات مال بلاي 3 الثاني الوان عليهن مثل صور اذا نشوفن عليهن صور هيك شلون هاي مثل هاي هيك صور عليهن اكو مال كراش اكو هاي بني على 10000 اكو اللون السادس يصير يعني وردي مثلا بنفسجي احمر مثلا ازرق هيك يصير لون اخضر مثلا بني سنة على 8000 بني العاديات جاي يبيعون على 10 بني عندك بعد يدات مال بلاي 1 نفسه مال 2 فما يعتبر بعد جدات مال يدات مال بلاي 4 على 4 على بيعين ها وعندك الماوسات اكو على 5 من الواير وكلاسيكيه البيضه هاي من 5 واكو على 7 8 اكو حسب النوع يعني اكو نوع لاسلكيات 10 توصل بس نوعيه واحده عندي ذيك هي هناك النوعيه بس هاي توصل سعرها ب 10000 بقيه على اكو هاي ب 5 نوعيه لاسلكي اكو عندي ب 7 اكو ب 6 بس هاي مثلا هاي سعرها ب 7000 ها اكو ب 8000 انواع ها كيبل اتش دي عندي العادي ب 2000 واكو عندي كتان نوعيه ثانيه ب 3 وعندي نوعيه هاي واكو نوعيه طق مال سوني مكتوب عليها بين على 5 5000 فلاشات مال بلاي 2 32 جيجا ب 10000 اكو نوعيه عندي مال بلاي 2 هذا مال بلاي 2 هذا مال بلاي 2 اكو نوعيه ب 47 لعبه قويات انا محضر واكو نوعيه ب 54 لعبه فالثلاثة على 10 الواحد مراوس 5 تعطيني فلاش نفسه 32 واكو عندي ابو هذا ابو 16 جيجا ذاك ب 7 عندك فلاش مال بلاي 3 عندي فلاشات مال بلاي 3 بحضرها فلاشين عندي حاليا ب 26 لعبه مال بلاي 3 12000 سعره يفرق لك 2000 دينار على بطاريه واير عندي هالنوعيه مال جالكسي وعندي النوعيه الثانيه اللي تصير كيبل يعني هيك هذا وعندي ابيض من عنده وعندي اسود ذني على 5000 البطاريه والواير الواير واحده ينباع بثلاثه بطاريه واحده ثلاثه بس تاخذن سوا احسن لك يفرق لك سعر ها كيبل اتش دي النوعيه الثانيه قلت لكم عليها بخمسه ها البطاريه مال يوبي هاي 500 فالمهم هاي يدات مال الثري قلت لكم عليها اشكال الاخرى شوفوا الحلوه هذا على 10 وقع عندي الثمانيه ذني اللون الساده ها افلام والسوالف بين قرص على 1000 دينار الافلام الكوبي ايش قرص كوبي على 1000 ها طبعا على عدد الاقراص مسلسلات 7 اقراص اكو 5 اقراص هيك يعني اقراص اصليه عندي بس هالطوب مال البلاي 3 قرص اصلي بس مال البلاي 3 هذا وني الله بين 15 هاي ب 10 سعرها الالعاب الباقيه مال البلاي 4 المستعمل على 20 عندك اون راش عندك تم كلان ديفيجن كيلز هاي لا هاي ما مستغل ما تشتغل قاعد ابيعها ب 5 هيك واحد ياخذها بس ما تضل هاي ما تشتغل دارك سول هاي على 20 هاي على 20 هاي على 20 بطل فيلس براوس 5000 براي باتمان وولفستين نيد فور سبيد عندك باتمان الجزء الاخير عندك ديد ريزن 2 ها هاي طبعا كفر بس مال يعني مو لعبه بس كفر الكفر والصوره يعني ما بي هذا ما بي قرص بس انت تشتري ب 2000 دينار سعره خاف واحد عنده قرص ياخذ له عندك العاب الباقيه عندك فاينل فانتازي ريزنت ايفل 4 عندك ذا لاست هاي حد هنا اللي يكون على 20 لاست اوف اس جديده هاي ب 30 مستعمل بعتها على 20 ريدت هاي جديده ب 35 بي جي تي اي 5 جديده ب 30 مورتال كومبات جديده ب 30 جي تي اي 4 هم جديده يعني على 30
ركجن كلانك هاي جديدة بـ30، قادة فور ثري، قادة فور فورم جديدات الـ30، بني على مستعمل على 20,000 لاني. هاي 15 الفيفا 21 مال الفايف. تقريبا هذه اللعبات اللي عندي، ما عندي غيرهن. الانميات عندي اقراص انمي مثل طوكيو غول، مثل ذني القرص على 1000، كم قرص فيه وعلى على هذا الاقراص يصير عليك السعر. لان اقراص انمي عندي مانجا، لا تيدون مانجا موجود، كوميكس مانجا مال الانميات تقريبا كلها. ها اقراص اكس بوكس 360، اكس بوكس كلاسيك، بلاي ستيشن 2، بلاي ستيشن 1، كلها موجوده على 1000 دينار القرص. ها وتاخذ كميه نحسب عليك. اكو عروض عندي للاكس بوكس 360، مره سويت فيديو يعني عندك العرض الاكس بوكس 360 ذاتي، تاخذ بدال ما تاخذ لك قرص قرصين تاخذ لك مجموعه 35 قرص نحسب عليك ب 25، يعني 10 قرص بلاش يعني. او مال اكس بوكس كلاسيك، انا اكس بوكس كلاسيك عندي عرض ابيعه هذا كل اقراص الاكس بوكس كلاسيك ب 48 قرص تقريبا، ها ينباع لكم ب 20,000 دينار 40 قرص، يعني تقريبا القرص اقل من 500. طبعا الاكس بوكس 360 او البلاي ستيشن 2 هو 35 قرص ب 25، ها واجي عرض ثاني عندي ها 50 قرص احسب لك 135. ها عندك هي تقريبا على الاقراص طلعناها من الاجهزه، الوايرات والشغلات طلعناها، الافلام والشغلات والمسلسلات هم طلعناها كلها طلعناها، شغلات يدات مال بلاي 4 وهاي السوالف هم طلعناها. بالنسبه للهاردات خلينا نحكي على هاردات اصدقائي عمود دين نختم الفيديو. هاي يدات مال الاكس بوكس وايد اياها هم ثاني غاز. الهاردات عندي ببلش من الاقل شيء، البلاي 2، البلاي 2 عندي 320 جيجا هارد ب 280 لعبه، الهارد سعره ب 25,000. البلاي 3 عندي هارد ب 94 لعبه، ها هم 320 جيجا سعرها هم 25,000، ب 320 جيجا هو كله 25 سعره. ها والاكس بوكس 360 عندي 250 جيجا خارج داخلي تراوز فرق 10، تشتري 25 لان تراوز فيها الهارد مالتك بغير الهارد. البلاي ستيشن 4 حضرت هاردات 500 جيجا، ما يسوى اقل من 500 جيجا تحضر له. الهارد الخارجي 500 جيجا للبلاي 4 المهكر بس، يعني تهكيره اي شيء 6.72 9 11 اي تهكير عندك يشتغل عليه، بس شكل الهارد ورمى شغل التهكير مال جهازك، شكل الهارد يطلع لك اللعبات والشغل. كل واحد يجي وياه كتالوج بالالعاب الموجوده بيك، واحد ب 27 لعبه، واحد ب 33 حسب العاب، واحد بالعاب كلها حديثك، واحد بي العاب قديمه وحديثك، واحد بي، فانت تشوف ياه ويعجبك تاخذ الهارد سعره 40,000. واذا تيجي تحضر لك هارد 500 جيجا مال بلاي 4 بالالعاب اللي انت تريدها، لان بلاي 4 شويه تعب بشغلات مالته، يفرق لك 10 يسعر لك ب 50، لان الالعاب انت تختارها انت، تقول لي هاي اللعبه هاي اللعبه هاي اللعبه حاطينها بالبيت، فد يومين ثلاثه تجي لي وراها تستلم الهارد. والاكس بوكس 360 بلاي 3 اذا تنحضر لكم هارد نفس السعر يبقى، يعني اذا 250 320 جيجا 25. وبال 500 بالنسبه للهارد مال البلاي 3 اكو عندي هارد بالمكتبات العاب، غاب اكو ناس يسالون عن المكتبات. المكتبات العاب مال البلاي ستيشن 3 ها هارد 500 جيجا ب 111 لعبه بلاي 3، زائد عندك ب سموه فوق 60 لعبه بلاي 1، وبي العاب بي اس بي 24 لعبه، وبي العاب البلاي يعني كل العاب الاجهزه كل بسرعه، ما كل العاب الاجهزه البلاي نينتندو سوبر نينتندو سيجا والبي اس بي والبلاي 1 والبلاي 3 ما عدا البلاي 2، كل الالعاب ما عدا البلاي 2 بكل الاجهزه، يعني تقريبا 5000 لعبه. وانزل لك خمس برامج محاكيات بالجهاز البلاي 3 مالتك، ها كله يكلفك 45,000. الهارد هو سعره 40، والمحاكيات اللي انزل كان خمسه، واحد مال نينتندو سوبر نينتندو سيجا وبي اس بي ريماستر والويب مان، خمسه برامج انزل كل واحد 1000 5000 يصير، ها والهارد سعره 40 فيصير 45,000 عليك الهارد 500 جيجا، ما يحتاج تحمل ولا هاي كلها قبل راس تلعب. ها ف هاي بقى هاي عندنا هاي مجله مصوره مال سوبرمان حواركم اياها جد حلوه. خلينا نشوفها سويها. طبعا مجلات المصوره حسب نوعيتها، هسه هاي سعرها ب 15,000 بيها ممكن تخفيضها بشويه، لان هاي هواي اوراق بيها والورق مالتها نوعيه زينه، وحتى بعد شلون طباعه مالتها صاير انا طابعهم طبعا. اكو حسب هاي اكو بالانجليزي اكو بالعربي، يعني اكو ما هاي كوميكس اكو مانجا عندي هاي مال سوبرمان وسبايدر مان، مثل سوبرمان في سبايدر مان، ابغى اشوفها شلون حلوه. ها
طبعا مانجات وكوميكس موجود عندي مال كل شيء داتيون، واذا تقدر اطبع لكم هم موجود بس حسب الاوراق وحسب الشابترات وشغلات تريدوها، يا اما تدربوا لي المانجا والكوميكس اللي اطبع لكم اياها، يا اما توصوني تعطوني مبلغ وتجوا لي ورا يوم اسحب منها انترنت، لان انترنت ما عندي بالمحل بالبيت، واجي احملهن ولا اطبع لكم اياها لان انا خوب اطبعها وتقول بلاك ما تجي لي، شلون اضمن انا حقي؟ فتعطيني انت الفلوس لي قدام، انا مداني احضرهن وتجي لي وراها بيوم او يومين، يوم واحد تعالي، ثاني يوم تجي لي قول لي علاوة هاي اطبع لك اياها انا، او اطبع لك اياها راسا انت قبل ما تجي، احضر لك اياها حتى كابسن هاي ومكمل لك اياها حتى مخلي لك بنايلونه شلون هاي، مسوي لك اياها جديده مثل هاي، وتاخذها انت قبل تاخذها طبعا على قد الاوراق، يعني مثلا اذا طلعت مثلا 100 ورقه وايد يصير كلف لك، بس اذا طلعت 26 ورقه يصير اقل، وحسب النوعيه، اذا كم مانجا اقل، لان المانجا تدرون بها اسود وابيض، الكوميكس ملون فطبعا سعره اغلى. طبعا هذه الشاشات مال نسيت اقول لكم، شاشات مال حاسب هاي جديده اكو عندي ما مستعمله يعني ما مفتوحه، هاي الشاشات سعرها ب 50,000 والشاشات المستعمله مال حاسبها ب 25، كيس واحدة أبيع يعني بخمسة وسبعين ألف أبيعها، تيدون كيس جوا كابل أجي وار كهرباء وتدري يا ماوس يصير عليك بثمانين، طبعًا تقريبا كل شيء قلنا بعد ما عندنا شيء، تحويلات مال أجي تحويلة ما أجي مال بلاي 2 تحويلات خل أحكي عليها، على مود كلهن تحويلات أحكي عليها، أكو تحويلة عندي شغل لك يدات مال بلاي 2 اثنين على الحاسبة وعلى الموبايل وعلى البلاي 3، يعني ترى مع الحاسبه وعلى الموبايل وعلى البلاي 3، فحصلت على الحاسبه وعلى البلاي 3، وكو واحد مره بالفيديو بالانترنت شفته، بس على الموبايل لازم عندك هاد قطعه تسوي لك اياها يو اس بي، هاي او تي جي اسمها، على مود تقدر شغلات تحويله وتشكل عليه يدتين وتلعب العاب بالموبايل، وبالنسبه للحاسبه تشتغل راسا، وبالنسبه للهاي شغلك على الدات بلاي 2، هاي بخمسه سعرات تحويله، وعندك تحويله مال البلاي 2 اتش دي هاي بثمانيه، اذا ويا الكيبل اتش دي يصير عليك ب 10، يعني 10 يبغون بدون كيبل اتش دي، وعندك عندي تحويلة لوخ هاي اكو في جي ال اتش دي ام اي، يعني تحول من في جي ال اتش دي، اكو عكسها اتش دي البي جي اي، يعني اكو نوعيتين، هاي التحويلات اسعارهن على 15,000 شويه غاليات بس نوعيات زينه، تقريبا اكو انواع التحويلات اللي عندي هاي، امكن عند شغلات الكل اعزائي، اتمنى الفيديو عجبكم، لا تنسوا الاشتراك بقناه فاجاسكم جديد.